تسمى مع المعاشرة والمواصلة والمداومة يحدث شيء اسمه نزع الأقنعة. ما هو نزع الأقنعة؟ نزع الأقنعة ببساطة أيها الكرام هو التالي: أرتدي قناع المحاضر. أنا لا يمكن أكون بهذه الطريقة عند زوجتي أو عند أبنائي أو عند أمي أو أبوي أو عند أصدقائي. لا، أصدقائي لهم قناع خاص بهم، المحاضرة الآن لها قناع خاص بها، أنا مع رئيسي لي قناع، ومع مرؤوسي لدي قناع، ولي من الأقنعة بعدد معارفي من الناس. هذه طبيعة البشر، أنه يرتدي، إحنا نسميها شخصية، نسميها أسلوب، يرتدي الإنسان مجموعة من الأقنعة. هذا القناع في الغالب ليس هو حقيقتك، وإنما هو تطبع، والعرب تقول الطبع يغلب التطبع، بمعنى أنك تقدر تخدعني بهذا القناع يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة، لكن ما تقدر بالتواصل معك الأقنعة وتظهر صورتك الحقيقية أمامي. قد تكون صورتك الحقيقية أجمل مما توقعت، وقد تكون أسوأ مما توقعت. والأقنعة تكشف في ستة مواضع. متى تكشف الأقنعة؟ متى تعرف الإنسان على حقيقته؟ متى تشوف الوجه الحقيقي وبعدين يرجع القناع؟ شوف كذا، أولا في التعاملات المالية تنزع الأقنعة. لما تدخل في الفلوس مع شخص ربما تكتشف شخصيته. اثنين، في السفر، وما سمي السفر سفرا إلا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. في السفر تنزع الأقنعة أيضا بمشقة، يعني ما أروح أنا وياك في درجة أولى ونروح لجدة، من جدة نركب سيارة فخمة ونروح لمكة ونسكن في أبراج الساعة، بعدين وإحنا راجعين أطق على فخذك وأقول عز الله إني عرفتك على حقيقتك رجال. هذا لا ينزع الأقنعة. السفر هذا المرفه لا ينزع الأقنعة. السفر المبني، واحد، في التعاملات المالية تنزع الأقنعة. اثنين، في السفر تنزع الأقنعة. ثلاثة، في الانفعالات، في الحزن، في الغضب، في الفرح تنزع الأقنعة. أربعة، وهي غريبة شوي، في توزيع الأدوار. تلقى مجموعة أمورهم طيبة وماشين، لما تجي توزيع الأدوار، إذا مدرسين في توزيع الجدول، إذا في رحلة في توزيع التكاليف، من يجيب كذا من يجيب كذا، تظهر جزء من الحقائق فتنزع الأقنعة في تلك اللحظة. هذا رقم أربعة. رقم خمسة، في الأزمات تكشف الأقنعة. من الناس من إذا حدثت لك أزمة تخلى عنك، ومن الناس من إذا حدثت لك أزمة اقترب منك، ففي الأزمات تنكشف الأقنعة. رقم ستة، تنزع الأقنعة بالمعاشرة والمداومة. إذا أحببت أن تضيف رقم سبعة، تنزع الأقنعة في التعامل مع من هو أقل منك. شوف الناس كيف يتعاملون مع الناس اللي ليسوا في حاجتهم، ستعرف وجهه الحقيقي. مثلا أنا قاعد الآن أتكلم بمثاليات عن الأخلاق وأبتسم وأقول كلام جميل وأنا أرتدي قناع المحاضر، بس جاءني العامل هنا بزين المايك فعبست في هذه الطريقة، تعني أنني شوي نزعت الأقنعة وكلمته ورجع ثانية بالقناع المثالي الذي أريد أن أبدو عليه. لذلك في الموقف السابع هي نزع الأقنعة عند من لا تحتاج إليه، بل عند من يحتاج إليك. هذا التسلسل يدعونا إلى أنني لست ملزم بإنشاء علاقة مع كل إنسان. أرتحت لأنشأت، ما أرتحت لمن منشأ. اثنين، عندما أكتشف الإنسان فأنا عندي الخيار أني أستمر أو لا أستمر، أعمق أو أخفف. ثلاثة، عندما تنزع الأقنعة يحدث ثلاث قرارات: لما أعرفك على حقيقتك، أعرفني على حقيقتي، ممكن أقطع أرتضيها وأتقبلها وأستمر في العلاقة. إذا كان أيها الكرام لإنشاء العلاقات مهارات، أيضا لقطع العلاقات مهارات. الله عز وجل يقول إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني مو لازم أنا أتهاوش مع الإنسان إذا أردت أن أنهي العلاقة. لماذا لا أنهي العلاقة بطريقة أجعله يتحسر علي كلما تذكرني ويذكرني؟ لماذا لا أجعل فعلا لي أثر في قلبه وإن ابتعدت عنه وتفرقت علاقتي؟
ما علاقة أيها الكرام؟ إذا كان بداية العلاقة تحتاج إلى اتفاق فنهايتها تحتاج إلى أخلاق. ممكن إحنا نتفرق وإحنا نبتسم، ممكن إحنا زوج والزوجة يطلقان وهما لم يتخاصما، بالعكس يتصالحان على الطلاق ويكون أصلح لهما الطلاق. لماذا لا بد أن يكون كل شيء ينتهي في المحاكم؟ إذن العلاقة، خلونا نتكلم الآن عن فيروسات العلاقة، أمراض العلاقة، متى تمرض العلاقة؟ أولا هناك فيروس اسمه فيروس العصبية. فيروس العصبية أي علاقة فيها طرف عصبي، العصبية فيروس، العصبي يحرق خطوط الرجعة، العصبية الزائدة إشكالية ضخمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب، لا تغضب أيها العصبي، أيها العصبي، وشدة محدودة، ولا تجاوز الحق، لا تظلم، لا تطغى، لا تكن كثيرا الغضب والعصبية لأنها تخرم جدار العلاقة. إذا من فيروسات العلاقة العصبية. فيروس ثاني في العلاقة الحساسية، نسميه الزعول، اللي يزعل. أيها الحساسون إنكم تؤذون أنفسكم، قد محرقون لأنفسكم. حساس، كلش زعله، ليش ما كلم، ليش ما نظر، ليش ما سوى، ليش ما فعل. مشكلة الحساس يا كرام أنه يطالبك أن تفعل معه ما فعل معك. يعني أنا زرتك ليش ما زرتني، أنا حضرت عرس ولدك ليش ما حضر عرس ولدي، أنا أتصل عليه ليش هو ما يتصل علي، أنا 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 أنا، فيطالب الآخرين بما يلي العلاقة. من فيروسات العلاقة الحساسية. رقم ثلاثة كثرة اللوم، هذا فيروس، كثرة اللوم. أول ما يجي الزوج تستقبله زوجته بكمية كبيرة من التذمر واللوم. اللوم يا كرام مثل الرائحة الكريهة، يفسد أجواء العلاقة. الإنسان لا يحب أن يجلس مع واحد كثير اللوم، كثير اللوم، يلومه على كل صغيرة وكبيرة. هذه الفيروسات إذا اجتمعت، مشكلة، ما بالك إذا اجتمعت. هذا رقم ثلاثة. رقم أربعة من الفيروسات الشك. إذا تشك في المقابل، أي علاقة يمكن أن تبنى على شك. والشك نوعين، شك مرضي، هذا له علاج عند المختصين، شك مرضي، شك في كل شيء، شك في الحنفيات لما تسكرت، في الأبواب، شك في الوضوء، ده وسواس، شك أيضا في المقابل، في زوجته، في أبنائه، في أخته، في صديقه، فهذا يحتاج إلى علاج. والشك الثاني هو الشك العرضي، يعني يبدأ يتتبع أخبارك. هذا الشك إن كان من غيره فالغيرة نوعين، محمودة ومذمومة، فلينتبه الشكاكون. هذا على مستوى الشك. الآن ليس الحديث عن كيف نحلها، الحديث كيف، ما هي أولا. إذن عندنا رقم أربعة الشك، رقم خمسة سوء الظن. أي علاقة يدخل فيها سوء ظن، أنا أسيء ظني، أب مع أبنائه، الزوج مع زوجته، تفسد العلاقة. الأصل في التعامل مع المسلمين حسن الظن، ما لم يثبت عكسه. طيب من أين لك هذا الحديث؟ إساءة الظن يا كرام تجوز من زاويتين، من زاويتين. الزاوية الأولى إذا وجدت أمارات تدعو إلى إساءة الظن، الأصل حسن الظن، لكن وجد ما حدث في قصة يوسف عليه السلام عندما قال الله عز وجل وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. ظن فيهم ظن سوء لأن وجود علامات أنهم يكذبون، فهنا يجوز أن تسيء الظن. اثنين، أيضا في قصة يوسف تسيء الظن ليس لوجود علامة وإنما لسابق تجربة. يا أبانا إن ابنك قد سرق، إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظ، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا وصبر جميل. أساء الظن فيهم ليش؟ عندهم سابقة. لذلك قال في إكمال الآية عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، إذن هو رابطها أصلا بالأولى. فأنا الإنسان لأمامي الأصل في حسن الظن، فإن وجدت أمارات ممكن أسيء الظن. اثنين، إذا وجدت سابق تجربة يمكن أن أسيء الظن، وإلا في الأصل في العلاقة هي حسن الظن. رقم ستة من فيروسات العلاقات وهو أعظمها الكبر.
لما قطع كل التعريفات، بطل الحق وغمط الناس، رد الحق واحتقار الناس. أيها الكرام، هذا الداء خفي جدا لدرجة أنك لا تدري هل هو فيك ولا لا. لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة كبر، حبة خردل كبر، لا يدخل الجنة. ثلاثة وذكر منهم عائل مستكبر. احتجت النار على الجنة، قالت لا يدخلني إلا المتكبرون. الكبر يا جماعة أول ذنب عصي الله به في السماء، إلا إبليس أبى واستكبر، هو الكبر. الكبر، مظاهر هذا الكبر كثيرة يا جماعة في مجتمعنا. عندما لا تقبل الحق، هذه ذرة كبر، ذرة كبر في قلبي وقلبك. عندما لا أقبل النصيحة، أنا ما أخطي، ما أعترف، عدم الاعتراف مع وجود الاقتراف، هذا ذرة كبر. عندما لا أستمع لابني، ذرة كبر. عندما لا أسمح لابني يرفع صوته علي، لا أسمح لموظفي أن يبدي رأيه، ذرة كبر. عندما لا أتعامل بشكل جيد مع الموظفين، مع العمال، هذه ذرة كبر تمنعنا من دخول الجنة. عندما يكون هناك سخرية وطقطقة واحتقار، هذه ذرة كبر. يقول أبو بكر رضي الله عنه: لا يحقرن المسلم المسلم، فصغير المسلمين لا إلا الله، فما في قلبه ترى يعدل السماوات والأرض، ثم نحتقره. الكبر عكسه التواضع. السلام عليكم إخوتي ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لمزيد من العطاء والتألق. نفعنا الله وإياكم بصالح الأعمال.